الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال النائب في البرلمان همام التميمي إن شركات توزيع المنتجات النفطية في محافظات الوسط لا سيما ديالى وبغداد لم توزع وقودا يكفي حاجة المواطنين. وأوضح التميمي أن شركات توزيع المنتجات النفطية فشلت بتوزيع بطاقة النفط الوقودية للمواطنين، رغم أن أغلب العائلات التي تعيش تحت خط الفقر لا تمتلك نفط رغم حاجتها الماسة له. وبهذه الأجواء الباردة، وأضاف أن العائلات الفقيرة لا تملك أيضا طاقة كهربائية، حيث تصل ساعات القطع إلى 20 ساعة في اليوم، وأيضا لا تملك النفط الأبيض لسد احتياجاتها في ظل البرد القارس. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الأمريكية بما يقارب مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني الماضي ليتجاوز 21 مليار دولار. وقالت الخزانة في جدول لها إن حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر تشرين الثاني ارتفعت بمقدار 874 مليون دولار وبنسبة تصل إلى 4.29%. وأضافت أن السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 9 مليارات دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 12 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل نسبة 0.3% من السندات في العالم. ارتفع إنتاج العراق من النفط الخام خلال شهر كانون الأول الماضي إلى 4,270,000 برميل نفط يومياً، ليسجل ثالث أكبر ارتفاع بإنتاج النفط ضمن أوبك خلال كانون الأول. وارتفع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط بنحو 166,000 برميل يومياً خلال شهر كانون الأول، ليصل إلى 27,882,000 برميل يوميا بدعم زيادة الإمدادات 4 دول بينها العراق. وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط استقرار الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 5,700,000 برميل يوميا بمتوسط 96 مليون برميل في اليوم. قال وزير التخطيط خالد بتال نجم إن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي هو التحول نحو القطاع الخاص الحقيقي المعتمد على إمكاناته في ظل ظروف البلد. وأشار النجم إلى وجود حاجة كبيرة لقطاع مصرفي تنموي فاعل قادر على تهيئة الأرضية الاستثمارية الخصبة للقطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ السياسات الحكومية التنموية. وأوضح وزير التخطيط أن أحد مسارات تطوير القطاع الخاص وضع خطة انتقالية لبيع وشراء السلع والخدمات التي تقدمها الشركات العامة مع تقييم لقابلية تلك الشركات على الاستمرار من عدمه. قال البنك المركزي التركي إنه وقع اتفاقا لتبادل العملات مع مصرف الإمارات المركزي بحجم اسمي يبلغ 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي. وأضاف البنك التركي أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وأشكال التعاون المالي بين البلدين، وسيستمر لمدة 3 سنوات مع إمكانية تمديده باتفاق الطرفين. من جانبه قال مدير البنك الإماراتي خالد محمد إن الاتفاقية تعد دليلاً على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية وخاصة في مجال التجارة والاستثمارات. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.